أعزائي الطلاب، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي اليوم في درس من دروس مادة اللغة العربية للصف الثالث الثانوي الأدبي، تعبير، وهو دراسة نص وفق المنهج الاجتماعي النص للبياتي أحزان البنفسج. التعبير الكتابي. ادرس نص أحزان البنفسج لعبد الوهاب البياتي وفق المنهج الاجتماعي، مستفيدا من إجاباتك عن أسئلة المستويين الفكري والفني، مستعينا بما ورد في دراسة نص أنشودة المطر. قصيدة بعنوان أنشودة المطر للشاعر بدر شاكر السياب. عيناك غابتا نخيل ساعة السحر، أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر. عيناك حين تبسمان تورق الكروم، وترقص الأضواء كالأقمار في نهر يرجه المجذاف وهنا ساعة السحر، كأنما تنبض في غوريهما النجوم. أكاد أسمع النخيل يشرب المطر، أسمع القرى تئن والمهاجرين يصارعون بالمجاديف وبالقلوع، عواصف الخليج والرعود منشدين مطر مطر مطر. وفي العراق جوع، وينثر الغلال فيه موسم الحصاد، لتشبع الغربان والجراد، وتطحن الصوان والحجر. رحا تدور في الحقول حولها بشر. مطر مطر مطر. في كل قطرة من المطر حمراء أو صفراء من أجنة الزهر، وكل دمعة من الجياع والعرات، وكل قطرة تراق من دم العبيد فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد، أو حلمة توردت على فم الوليد في عالم الغد الفتي واهب الحياة. مطر مطر مطر. لكتابة موضوع أو دراسة نص وفق المنهج الاجتماعي يجب السير وفق الخطوات الآتية. أولا، دراسة معاني النص وتحديد الظاهرة الاجتماعية. 1. دراسة معاني النص، أي شرح موجز. 2. تحديد الظاهرة الاجتماعية التي يتحدث عنها النص وتوضيح علاقة الأدب بالمجتمع. 3. دراسة المحتوى الواقعي الجديد في النص. 1. دراسة مدى تجسيد النص للبنية الفكرية والاجتماعية
للجماعة التي يعبر عنها. إظهار وظيفة الأدب الاجتماعية، إسهام الأديب برؤاه ومواقفه في بناء مجتمعه ونقله إلى طور أكثر عدالة. ثالثا، إبراز موقف الأديب من الواقع وتلمس ما أضافه الأديب لنصه من عناصر جديدة تخرج النص من كونه انعكاسا حرفيا للواقع. ثالثا، دراسة الوسائل الفنية المجسدة للمحتوى. 1- الحرص على وحدة الشكل والمضمون. 2- عرض الفكر والقضايا العامة من خلال الرمز الشفاف والمثل القريب والصورة المعبرة والجزئيات الصغيرة والحوادث اليومية والتجارب الذاتية والمشاهد المعبرة. 3- الآن إلى دراسة نص أحزان البنفسج وفق المنهج الاجتماعي. أولا، دراسة معاني النص وتحديد الظاهرة الاجتماعية. ألف، معاني النص. افتتح الشاعر القصيدة بالحديث عن ملايين الكادحين البسطاء، فهم يتمنون الخير للجميع ولا يريدون السوء لفراشة أو لأي كائن حي، كما أنهم لا يريدون رؤية حزن الحالمين والمتأملين في الحياة أو حزن أولئك الذين يعانون البعد والفراق عن الوطن ويحلمون بالعودة، أو رؤية معاناة عاشق اكتوى بنار الحب يحلم بخيال حبيبته. فهؤلاء الملايين يتمنون الخير للكون كله. هذا في المقطع الأول. أما في المقطع الثاني فقد انتقل الشاعر ليصف حال الكادحين ومعاناتهم. فهؤلاء الملايين يتعبون ويفتقرون ويتألمون من أجل الآخرين، فهم من يصنع للمهاجر البعيد عن وطنه زورقا للعودة إلى أرضه، وهم من يصنع منديلا يخفف ويمسح دموع العاشق الولهان. وهؤلاء الملايين الكادحة تشقى وتحزن وتعاني في أرجاء الأرض، في مصانع الحديد والمناجم في حر الشمس، فهم يذوقون مر العيش لكنهم يضحكون ويفرحون من أعماقهم ضحكا وفرحا يختلف عن ضحك وفرح العاشقين، لأنهم يسهمون في السعادة للناس. وفي المقطع الثالث فهؤلاء الملايين من الكادحين يعانون ويصبرون على المعاناة، يحزنون ويفرحون ضمن ظروفهم القاسية، لا يحلمون سوى بلقمة العيش. ب. تحديد الظاهرة الاجتماعية. كشفت معاني النص السابقة عن معاناة الملايين من الكادحين، وعبرت عن أحلامهم وحبهم الخير لجميع الكائنات، كما وضحت المعاني العلاقة بين الأدب والمجتمع، إذ غدا الأخير مصدرا يستمد منه الأديب مادته الإبداعية. ثانيا، دراسة المحتوى الواقعي الجديد في النص. استطاع النص أن يجسد معاناة الكادحين
ووعيهم لتلك المعاناة وحبهم لكل الكائنات وسعيهم لتقديم الفرح والسعادة للناس وحرصهم على تحقيق أحلامهم البسيطة. وبين النص دور الطبقة الكادحة وأهميتها في بناء الوطن وتطوره، ونجد أن الشاعر استمد مادته وأفكاره من الواقع، ولم يكتف بتصوير الواقع بل إلى ما يمكن أن ينجزه الكادحون من نقل الواقع من طور إلى آخر أكثر عدالة وإنسانية والتفاؤل بغد مشرق. هذا التفاؤل أتى من عزيمة الكادحين وإصرارهم وإخلاصهم وصدقهم في العطاء الذي تجاوز معاناتهم، فأتى النص بعناصر جديدة أخرجته من كونه انعكاسا حرفيا للواقع. ثالثا، دراسة الوسائل الفنية المجسدة للمحتوى. وقد حقق الشاعر رؤيته بوسائل فنية عبرت عن المحتوى الجديد للأدب الواقعي، فحرص على وحدة الشكل والمضمون، إذ كان المضمون واضحا انطلاقا من أن الأدب يتوجه إلى جمهور وينبغي أن يكون مفهوما، كما حافظ على رقي الشكل وسموه. باتخاذه الرمز المشحون بطاقات عاطفية ليعبر عن مضامين فكره، فاعتمد على المتناقضات في عرض فكره، فالملايين التي تبكي تغني تتألم تحت شمس الليل باللقمة تحلم. وقد أسهمت الصور في خدمة المعنى عندما أظهرت معاناة الطبقة الكادحة إنها تمضغ قرص الشمس. وقد تضمن النص تضمين بعض قصص التراث الحاضرة في وجدان الجماعة، كقصة مجنون ليلى: تغرم لا كما يغرم مجنون بطيف. كما لجأ إلى الجمل الخبرية في النص كله، لأنه يستعمل النمط السردي لترسيخ الفكر وتوكيدها ونقل مشاعره على أنها حقائق. الملايين التي تكدح. وقد أكثر الشاعر من التفاصيل الجزئية المنتزعة من حياة الكادحين، فذكر معاناته في معامل الحديد والمناجم وسعيهم للقمة العيش، حيث يشعر السامع بمعاناة الكادح ودوره في إعمار وطنه في زوايا الأرض في مصنع صلب أو بمنجم. الخاتمة. وهكذا نجد أن الأدب تحدث عن قضايا الجماهير الكادحة واستمد مادته من الواقع، ثم أعاد إبداعها مازجا بين الواقعية والفن العذب حتى يشكل لوحة واقعية تتشح بظلال الفن وروعته، ويعكس أحلام البسطاء وأمانيهم على الرغم من معاناتهم وآلامهم المبرحة. وهذا ما مثله أحزان البنفسج خير تمثيل. أعزائي الطلاب، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم هذا اليوم. إلى اللقاء في دروس قادمة.